نوفا فينيسيا يتباله ببرازيل يا أتلانتيك طرفلاي تتقسى يتقرقرش تنش كتمانا تزاني عدقو قدمن دالكواتشو جلاتي يازورة ببهار دارتشا لاي سيشاتني عدقو بزيش بنوفا فينيسيا دهنتنا وانجل اجل اجل تايزو يمي ملال لسوبات كتمانا تلالان دزقاوي ريشارسن عدقبت سفر دقمو يأز عزواء وارو تشيمو اللوبت يوانجل ما أكل نبر سووشي قدلالو هقوت مساريا نتور مساريا الزام زيمي قينيال عندك زين ديوم اللي جونو ريشارسن راسو باقاندت أمكنات جنك اللاتو لاي شقوت تدقنو بتنبر يعني على مموتو دو أتموت سيلون الدلين ياسلونا بولت شاس راس منت بسبور بسبور بتبالة تيليفجن كتبالة تيفي غا بادر رقوك عالم للس اندي بلو نبر بزوچو عبرو عدقو اتشي عالة اهون امي قنيوت بمار رميا بيتنو سابوچ بمنگل لاي سيهد رباشو بتراشو ايالو بكسل سم يتاروي نبر يعني امبيونجن عالو تاي دمس اوچن عالا دامت ام نبر الال الدلين يانو الدلين ينتو دقمو مكاريات عم زلال يميت أنا كقولة تسويش دمو بزور عيط من عيط أفو من البر عنده لمسالي سلرسوي تسافو زي قبوش لين دمبايو إلتن يتبالا عقوتو من البر يقصي سوال يمكروال من قد يعصايوال بتاج أمباري دمو فوت سالي المجاو السيجمر عسلت عنيو راسو بوليس من البر راسو عسلت عنيو عسلت عنيو منو بمدبني أسره دهو بوليس نبر نقرقن مكاري زكاري سلاغني هبت شاكوائر اللي بوليس أسلطين سلاغ اللي هبت شاكوائر اللي ميساكال وين متقسسو أنتم راسو مكر سميمون اللي مادمت اللي يتل اللي قوشن هسا يعني هبت شاكوائر كالك متفهنو بتالي بزادمي بقرو مثل نادمي أسراوچو ما چارش هالي بالو يالو تجواجو تل قوش قراتشو هينو راسن بچا مادمت تاوو هي من قد عاسك يدم هل مهند أول التالر قاس تلهم يميل هن سو ساي قرات سمام يمت سرا وتفات ولو تككلي مسلها ادميسيك أمر رمي التاوك بولت شهاية او غلوبو كتبالي برازيل تلك و تيليفجن تقايا غار بارغو كالم للس تساتو اندالين عقوتي ينقري ينبري لال سلا عقوتو إلتن ولا تاسي عورا ولي نقروال عايزوه الوال يمكروال بوهالام ريشارسن من على اقرقواسم ودتك كلين يوم مسمر ملس وينيادي لال كدهنت موتات هستلوتال دهنت اندياشنف هستلوتال زنن يادر قوتال لراسو عالفو لليلو تشم زلال اندي ترف يادر رقو اقرقواسم يهينن سبورت داقمو بعلو ادمي بزي قدم اندالكو تي ادمي ساهي كمتلقوا بفيت باقباو ميازن دالب بتياو كان لزينو ببريمير ليج يو كلابوشن دزي سلسام مليون باوند ياوت عبت ياوتو باتيمي غزوت نعم ديسمبر ولا تشاصارات باتولي دا كباب يكتما افاي فيغرينسي ساي ساكالت كارا نزي ولا تكلابوش افاي ناك فيغرينسي موكرو عال ساكالت منبر جن امريكا مينيرو اندر 17 يا ساسبات عام بتاش بونوست كاكترو بوهالانو يا هيوات يقر كواستج واتش نسكيت بر يتكفتلت كسر سبعة تانات بتحجبون نص عرّت جوعة تحجبوا تعرّت جول أسكوتر وديانو وديك هامة بتحجبون نوع أصدقوت كهامة بتحجبون نص تملت كيس سامن تات كتحجبوا تابو هذا يوانو يا أمريكا مينيرو كلب والسين تجوعة توش بجودات مكنيات كجوعة تعب مجللات شو تجوعة شاسفلج ريشاردسون كأندر 20 ودوانو بود لومدن دي سرا عندي أرجس على الرغوت لما مر مسرات جمرة كذا ولا التملس وده تعدى جيبون مش مكنياتهم باقين يودي الهلو ده ميتة كمان شلو ثاون يا سايا يا لجميو يا دقة شلو ثان دالونو أصل أنيو شو عيوت كذا نوعي عندي أمريكا مينيرو وانا بونس ما تجاو تجمرو إسكانم درس عبرو تجاو وتجاو شوتش أصل أنيو شو مي مسكرال يانغ زيم قلبتني أنا بر بتساتو يتعدله تروعد كين ده نبرة ينقرو اللتال لان دازي عينة تشالينج زيجي جو هنا تاج عاش من دو هنا نو يمسكر اللت
ከሜዳ ውጪም ያለው ህይወቱ እንደዛ ነው። ዝቅ ብሎ ነው የሚኖረው። ዝቅ ብሎ ነው የሚኖረው ስል ምሳሌዎችን መጥቀስ አለብኝ። ዘላለም ሚዲያ አይመቸውም ነበር አሉ። አይናፋር ነው ለቃለ ምልልስ ለካሜራ። አንድ ሰው እንዲያውም ሲናገሩ ለሪቻርሰን ሚዲያ ማለት ስቃይ ነው አሉ። የምጥ ያህል ነው የሚያየው። እና አንድ ጊዜ ሬዲዮ እንደዚህ እንደኔ እናንተ አንተ አይነት ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ልክ አንግሪክ ላይቭ ነበረ፣ ቀጥታ ነበር ልክ እንደዚህ ፕሮግራም የሚናገርበት ሰዓት ላይ ምን ሰላምታ ስጥ ሲባል ምን አለ? በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትመለከቱን ተመልካቾች እንዴት አመሻችሁ አለ። ሬዲዮ እኮ ያ ይረሳም ይላል፣ ይደናገጣል። ወይም ካሜራ ደግሞ ቀረጻው ሲጀመር አክሽን ሲባል አይናገር አይጋገር ዝም ብሎ ደንዝዞ ይቀራል። ላፈላብ ነው አይመችም ለቃለ ምልልስ። ካርሎስ ክሩዝ የተባለ ጋዜጠኛ ጊዜውን ሲያስታውስ ይስቃል። ኡሽ ሪቻርሰንና ኢንተርቪው እንኳን ቃለ ምልልስ አብሮ አይሄዱም አለ። ላለማምደው ሞክሬ ነበር የኢንተርቪው አስፈላጊነት ጠቃሚነት ለአንድ እግር ኳስ ተጫዋች ምን እንደሆነ መክሬ እየነገርኩት ላባብለው ልመክረው ጥረት ባረግም እሱ ግን ለቃለ ምልልስ በሚፈለግበት ጊዜ ይደበቃል አለ። አይፈልግም። ያኔ ነው ብራዚል ውስጥ ይሄ ነገር እንግዲህ ነው። እና በአንድ አጋጣሚ የአሜሪካ ሚኔሮ እውቅ ተጫዋች፣ ታሪካዊ ተጫዋች ጃይር ባላ የተባለ ወጣት ተጫዋቾችን ሊጎበኝ አዲሱን ትውልድ ተጫዋቾችን እንዲያበረታታ ተጋብዞ ወደ ልምምድ ማዕከል ይመጣል። ጃየር ባላ መጣ፣ ትሬኒንግ ማዕከል ደረሰ፣ ሁሉንም ጨበጠ። እና ዋናው ነገር እንደውም የተያዘው ፕሮግራም ከሪቻርሰን ጋር እንዲነጋገር ነው። ተስፋ ያለው ተጫዋች ስለሆነ ሪቻርሰን እንዲመክረው አይዞ እንዲለው ሌሎች ተጫዋቾችን ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ዘላለም ሪቻርሰን ሲፈልግ ጠፋ። ለካሱ ተደብቆ መልበሻ ቤት ገብቶ ራሱን ሰውሯል። ቢፈልግ የለም። በኋላ በመልበሻ ቤት ተደብቆ ተገኘ። የክለቡ ዋና ስራ አስኪያጅ ካሜራና ማይክ ፊት ከዚህ ከክለቡ የቀድሞ ታሪካዊ ተጫዋች ጋር እንዲነጋገር አዘዙት። እሱ ግን አልፈለገም። አንድ ጊዜ እንዲያውም ጭንቀቱን መቋቋም አቅቶት በቃለ ምልልስ ላይ ሲያለቅስ ታይቷል። ከዛ በኋላ የክለቡ ባለስልጣናት በቃ ይሄ ልጅ በሳምንት አንዴ ቢበዛ የሚዲያ እድል እንዲሰጠው፣ ከዛ ውጪ ግን እየደጋገመ ያም ይሄም እየመጣ በቴሌቪዥን በሬዲዮን ቃለ ምልልስ እንዲያደርግለት አንፈቅድም አሉ። እስኪ በስል ድረስ እኮ ዝና ግዴታ ነው በሚዲያ ትኩረት ውስጥ ያስገባል።